في العراق عثرت قوات البشمركة الكردية على مقبرة جماعية تضم رفات نحو 80 امرأة أيزيدية في سنجار. وقال عضو المجلس المحلي للمدينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و80 عاما حسب شهادة بعض الفتيات اللواتي تمكن من الهرب لاحقا، مشيرا إلى أنه يبدو أن التنظيم اختار الفتيات الصغيرات لسبيهن. ونقل مراسل الحرة عن مصادر عسكرية القول إن الوضع هادئ في المدينة وما زالت المروحيات تحلق في سمائها، بينما منعت وسائل الإعلام والعائلات الأيزيدية التي عادت من دخول المدينة وتقوم فرق مختصة بتنظيفها من المتفجرات. من مشارف سنجار ينضم إلينا مباشرة مراسلنا يوسف المندلاوي. يوسف أهلا بك، تفاصيل أكثر عن عملية تمشيط المدينة، كذلك هل من معلومات عن المقابر الجماعية التي اكتشفت؟ نعم سيد، مساء الخير. اليوم بالفعل كنا طوال صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة على مشارف قضاء سنجار. نحن بعيدون قليلا عن مركز المدينة. اليوم منعنا من دخول القضاء أو مركز القضاء، منعنا من قبل قوات الآسايش. لم نكن لوحدنا ممنوعين، كانت هناك طوابير طويلة من السيارات المدنية تعود لأيزيديين أرادوا أن يدخلوا مدينتهم لرؤية ما يجري هناك، ولكن منعوا أيضا. بالفعل اليوم تم اكتشاف مقبرة جماعية لحوالي 80 امرأة أيزيدية وجدنا تحت التراب. أيضا بالفعل كانت هناك طائرات سمتية تحوم فوق المنطقة، شاهدنا ذلك. كانت الطائرات السمتية تبدأ من سماء سنجار وحتى مدينة دهوك. اليوم قامت قوات البيشمركة ومعها الجهد الهندسي بتمشيط الكثير من الألغام وتلمسنا وجود ذلك. لا أريد أن أطيل الحديث، فهنا معي أحد الجنود البيشمركة الذين يمكن أن يعطونا أكثر تفاصيل أكثر. أخ صلاح، كيف ماذا يجري داخل مدينة سنجار وكيف كانت المعارك خلال الأيام الماضية؟ والله صعبة. نحن بيشمركة قوات تقريبا هذا ثلاث أيام، هذا شهر واحد تقريبا من سنجار، آخر سنجار قوات بيشمركة ناخذ سنجار وخلاص. بس أكو بالسنجار أكو عبوات، وبالسنجار هواية أكو عبوات، وهذا نحن اليوم بالسنجار وعبرت السنجار قريب على القصب او تلبناها المناطق اليزيديون قريب على البعاج بليش. هذا اخ صلاح اريد اسالك، هل بالفعل تم تحرير مدينه سنجار بالكامل؟ هل هناك جيوب ما زالت تحت سيطره داعش؟ خلاص داعش، ماكو داعش، خلاص داعش. الداعش ما يجي بسنجار مره ثانيه، ما يجون خلاص. قوات البيشمركة بالسنجار هسه وداخل بالسنجار وكله خلاص، تحرير بالسنجار وتحرير المناطق، وان شاء الله باشر وبعد باشر ناخذ بليش وبعاج هم. والله العظيم هذا الذرع مال داعش، هذا ذرع مال داعش، واكو جمادانيه مال داعش. اليوم نحن اخ صلاح حتى نستفاد من الوقت، ايش قد عدد القتلى والجرحى من داعش؟ هل كان هناك داعش أسرع؟ داعش ولا تقريبا 140 145، الداعش نحن قتلوا الداعش. اي والله. بالنسبه للمقابر الجماعيه، مقابر جماعيه ناس ابرياء استشهدوا وانقتلوا، ايش قد من المقابر الجماعيه لحد الان اكتشفت؟ والله اكو شفت تقريبا تقريبا 80 تقريبا 85 موجود قبائر مال ذا يزيديون. وين اخذوهم؟ والله موجود البيشمركة يجوا اخذون على مستشفى مال دهوك. ايه على مود الجونوسايد، ما اعرف شو يعني 85 لو اقل لو اكثر. والله اكثر 85. بالله الكريم. اي والله. ايش كبرها المقبره؟ ايش كبرها؟ وين لقوها؟ والله بالمناطق مال سنجار، بسنجار، بداخل السنجار، بصفحه بصولاخ، بصفحه بصولاخ، بهمدان، يعني هوايه مناطق مال سنجار. زين
زين بالنسبة لكم هسه تعتقد أنه أنتم هسه شنو إجازة ليش طلعتوا يعني؟ والله تحرير خلص السنجار ونحن إجازة اليوم بدلهم بيش مرقى يجون بالسنجار نحن نبدلهم وخلص السنجار إن شاء الله مرة تانية داعش ما يجي على السنجار وشكر من رب العالمين يعني أشكر من البيشمركة قوات بيشمركة والله شكرا جزيلا أشباز سيد هذا كل ما لدي وإذا كان هناك سؤال آخر نعم شكرا لك يا يوسف سنستمر معك في متابعة الوضع في سنجار في نشراتنا اللاحقة يوسف المندلاوي من مشارف مدينة سنجار العراقية